بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا يسأل يقول عن فضل صلاة النوافل، وهل هناك فرق بين الرواتب في الليل أو في النهار؟ صلاة النافلة على قسمين، منها ما هو مؤكد مثل الوتر ومثل صلاة الليل، ومثل الرواتب التي مع الفرائض مثل التراويح، صلاة الكسوف، هذه أكد أنواع، كذلك صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هذه أكد أنواع التطوع، ثم بعدها أنواع التطوع الباقي. نعم.